السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك وتحيات لكل الناس اللي بتشاهدني على وسائل التواصل الاجتماعي، الجروب صيدلية الهلال وقناة معلومة طبية على اليوتيوب. بطلب كده من أصدقائي اللي هيسمعوا الفيديو، يا ريت بعد إذنكم شيروا الفيديوهات بتاعتنا. الحلقة دي بالذات يعني هيبقى فيها حاجات دسمة جدا. انا خلاص بقى زي ما انتم شايفين كده بتنوع في الموضوعات عشان خاطر اجذب اكتر يعني جمهور بيشاهدني. هنتكلم على 3 موضوعات مهمة جدا النهاردة. الموضوع الاولاني اللي هنتكلم عنه موضوع يعني انتشر، وانتشر يعني بصورة غريبة. القتل انتشر يا جماعة بصورة غريبة جدا وبأسباب يعني ملهاش اسباب، مش عارفين اسباب انتشار القتل لغاية دلوقتي ايه. الوعي الديني قل، الناس الدين عندها قل، ولا في ايه؟ يا ريت كل اصدقائي اللي بتشاهدني تشير المنشور كده على صفحتها، عشان هنتكلم النهارده خصوصا بقى اصدقائي في شبرا الخيمه، هنتكلم عن موضوع مهم جدا بخصوص احد اعضاء يعني النواب اللي عندنا. كمان هنتكلم على الموجه الرابعه وبدات اهي بقى بدات تهل، فكل اصدقائي اللي بيشاهدني شيروا بس عشان خاطر اكتر قدر يشاهد البث دوت، ولو انتم مش عايزين تشيروا ممكن تكتبوا تعليق او لايك عشان خاطر احس بالتفاعل معاكم ان شاء الله. فتاة كفر الدوار اتقتلت، عملنا استبيان كده واستطلاع رأي على جروب صيدلية الهلال، قلنا الصداقة اللي قتلتها صاحبتها، واحدة شغالة في عيادة صديقة ليها، اتفقت مع 2 بينهم من بعض بقى مشكلة، ولا ما نعرفش بينهم من بعض نفسنا ولا في ايه. وصاحبتها ديت يعني على الصفحة بتاعتها دي اجدع صاحبة ليا، دي حبيبتي، الكلام بقى بتاع اليومين دول. راحت اجرت 2 وراحت لها العيادة وكأنها ما تعرفهمش وقتلت الفتاة اللي هي نجلاء. طيب احنا عملنا وخدنا اراء الناس على صفحة جروب بتاعتنا صيدلية الهلال، هاخد كده ايه يعني اراء بسيطه من الناس اللي علقت معايا. الاستاذه نيفين محمد قالت الصداقه الحقيقيه بقت عمله نادره، يعني خلاص يعني الناس دلوقتي بقت تصاحب بعض عشان المصالح ولا ايه، يعني الخير قل في البلد ولا في ايه. طيب استاذ محمد قال الشر كل الشر والحقد والكراهيه اساسه الاصدقاء، يعني في ايه، هو يعني بجد الكلام ده ولا في ايه. طيب جات بقى حد تاني عكس الكلام، بدر احمد قال مفيش احلى من الصداقة اللي من القلب، انا اصدقائي بحبهم، بحب لهم الخير وهم برضو بيحب يعني بيحبوا الخير ليها، مفيش مشكلة. بس الاغلبية بتقول ان الصداقة تمام، مفيش مشكلة يا استاذ ايمن، هنقول برضو. بالنسبة لموضوع القتل انتشر، وبالنسبة للصداقة يا ريت كل واحد قبل ما يصاحب حد او كل واحدة تصاحب حد تخلي بالها شوية. في اسرار كده لازم ما تطلعش لأي حد، لازم أن يكون ليك اسرار تحتفظي بيها لنفسك، لازم أن يكون في مسافة بينك وبين صديقتك او صديقك عشان خاطر الحدود ما تتعداش. يعني كان والدي الله يرحمه دايما مربينا ان صاحبي وصاحبك على القهوة، مع اني ما كنتش بقعد على القهوة، ولا كان هو عمره قعد على القهوة، ولا عمري شربت سجارة، ولا هو عمره شرب سجارة. معنى المثل دوت بالعربي كده ان صاحبي وصاحبك، خصوصا بقى لو انت ليك اخوات، يعني انا كان عندي اخوات بنات وكده، فكان دايما لما اصدقائي يجوا لي انزل لهم تحت، يعني اقابلهم ارحب بيهم، لو في اي حاجة برضو معاهم مفيش اي مشكلة، بس صاحبي وصاحبك على القهوة دي فعلا يعني نتيجتها بانت ايه. معظم الناس اللي اتخلطت مع بعض بقى ودخلوا بيوت بعض وعرفوا بعض اهو، دي نتيجة بسيطة من ضمن النتائج دي. فيا ريت كل اصدقائنا اللي معانا على جروب صيدلية الهلال، يا ريت الصداقة تبقى يعني بينكم وبين بعض، احنا بنقول مفيش اي مشكلة في صداقة وكل حاجة، بس اهم حاجة يبقى في مسافة بينكم وبين بعض، لازم يبقى في حدود، يعني مش لازم نتدخل في الاعماق بتاعة التفاصيل بتاعة حياتي الشخصية بتاعة صاحبتي او
صاحبي، يا ريت كل واحد يبعد عن التفاصيل التفاصيل. احنا ممكن من بره كده لو في اي مناسبة، الف مبروك الحضور. المناسبة ديت بقى يعني مثلا واحد نجح مثلا، يعني واحد ابنها نجح ولا حاجة، طب جاب كام، طب هيخش ايه، طب ليه كده يعني، فاهم يعني. يا ريت يبقى مفيش يعني دخول في ادق التفاصيل. ده كان اول موضوع اللي احنا هنتكلم عليه بخصوص مقتل الفتاة اللي هي بتاعت كفر الدوار. ويا ريت الناس عايزين وعي ديني، عايزين أولياء الأمور يخلي بالهم من أولادهم شوية، يشوفوا أصحابهم مين ويشوفوا الدنيا فيها إيه. طيب نيجي للموضوع التاني بتاع النائب طبعا المحترم. طبعا احنا كلنا عارفين وعارفين الأعمال اللي هو بيعملها، وهو فعلا يعني في حالة هو كويس يعني صراحة، يعني من ضمن الناس اللي هم يعني شايفين بأقل حاجة يعني أقل مجهود هو بيعمله. طيب كان في صورة دخلت على الفيس كده، صديق لينا أستاذ أيمن، هو بيقول الصورة مش مظبوطة يا دكتور. مفيش أي مشكلة طالما الصورة مش مظبوطة، ممكن تتشال من على الصفحات، سواء هي صفحته أو صفحة أحد حد واخد حاجة يعني، أو حد عاملها. بس يعني احنا دلوقتي اهو، انا مش عايز اعرض الصوره، بس اكيد طالما انتم شايفينها عارفين يعني عارفين الصوره. كاتب يعني النائب طالع بيقول روقان وماسك سيجاره في بقه، وبيقول روقان وان هو في شرم الشيخ، واحد نواب طبعا محافظه القليوبيه. طيب هو منزلها على صفحته الشخصيه، يعني الناس يعني في ناس انتقدته، بس هو الراجل منزلها على صفحته الشخصيه. لو انا بتكلم لو الصوره بقى ايه حقيقيه يا استاذ ايمن، وانا شفتها ناس كتيره منزلاها، انت ليك حق يعني، انت ليك حق تصيف، ليك حق تشرب سجاير، ليك حق يعني، دي حريه شخصيه. بس انا بقى يعني انا بتكلم لو انا في المكان ده، انا دلوقتي شخصيه عامه والناس عارفاني، وفي وقت الناس كلها بتشتكي المعيشة وبتشتكي أزمة رغيف العيش في ظل غياب صوت النواب، طبعا مفيش حد يعني هيقول هيعدل من قرارات السيد الرئيس، مفيش أي مشكلة، السيد الرئيس قراراته حازمة وصارمة وقرارات حرب، يعني رغيف العيش ده قرار حرب يعتبر. مفيش أي مشكلة إن النواب تطلع تقول رأيها، تنقل الصورة بتاعت الدايرة بتاعتهم لمجلس الشعب، ومجلس الشعب طبعا بدوره بيوجهها لسيادة الرئيس. انا كنت قاعد النهاردة يعني في يعني بظروفها كده قبل صلاة الجمعة، سمعت صوت حد يعني شغال في فرنة بيقول القرار اللي عامله الرئيس دوت هيجي على دماغنا احنا، يعني الناس اللي شغالة في الفرن. ليه؟ نفس اللفظ كده وبنفس الصوت وبنفس الكلام اللي هقوله، وربنا يشهد على الكلام اللي بقوله ده. بيقول زمان كنا بنسرق براحتنا، دلوقتي السرقة قلت بس بنسرق، بيسرقوا بيقول لك احنا دلوقتي بنخبز لنا مش عارف بيجي لنا كام شكارة، فبيتفضل معانا 3 شكاير، بنتصل بمخبز سياحي تعالى ده في شوال زيادة تعالى خده مش عارف بكام ألف، بياخدوا بقى بتاع المخبز السياحي أو الفرن الفينو أو أي حد بياخدوا بسعر اللي هو المدعم، بس بياخده بسعر ايه اقل. فيبقى قرار الرئيس اللي هو يعني نشيل الدعم من على العيش هو قرار صائب، بس كنا لازما يبقى فيه بعض التعديلات على القرار دوت، يعني السادة النواب بدل بقى ما احنا بنستفز الناس بصورة زي كده، لا انت حقك اللي انت تصيف وحقك اللي انت تشرب سجاير وحقك، يعني خصوصا اللي انت عامل مجهود جبار في الدايرة بتاعتك او في المحافظة، فاحنا ما نضيعش مجهودنا ده بصوره زي كده وندي فرصه للناس تطلع تنتقدنا. فانا يا ريت لو الصوره دي حتى غلط يطلع يقول دي الصوره دي غلط، او يطلع يشيلها من على الصفحه بتاعته. الصوره التانية اللي نزلت انت وابن حضرتك مفيش حد علق عليها، عادي تعليقات عاديه، بتصيف مع ابنك مفيش اي مشكله، لو انت حتى بتصلي جمعه النهارده زي احد النواب التانيين، او مثلا طالع رحله عمره ولا في اي حاجه، محدش بينقد. حتى احنا نفسنا ما بقناش ننزل الصور بتاعتنا على الصفحات الشخصية بتاعتنا، خصوصا لان الجو اليومين دول الناس يعني في غليان، موضوع العيش ده عامل لهم دربكة في دماغهم.
فبعد إذن سيادة النائب ما تضيعش مجهودك، حاول على قد ما تقدر تفهم إن أنت حضرتك شخصية عامة عليك العين. الناس بتستنى الشخصيات العامة دي أي غلطة، فعشان خاطر ما نستفز الناس حاول تشيل الصورة ديت من على الصفحة الشخصية بتاعت حضرتك. تالت حاجة نتكلم عليها بقى وآخر حاجة عشان ما تقولش على الناس، عشان الناس اللي متحبش تسهر كتير، معلومة عن الموجة الرابعة. الموجة الرابعة هي المفروض اللي احنا حسينا بيها في الصيدلية دلوقتي. الناس بدأت تيجي أعراض كحة، أعراض دايرية إسهال، أعراض ارتفاع في درجة الحرارة، رشح، يعني الناس بدأنا نحس. خلي بالكم واسطوانات الأكسجين برضو نفس الكلام، بدأت تتسحب واحدة ورا واحدة كده. خلي بالكم نفس الكلام اللي قلناه في الموجة الأولى وفي الموجة التانية وفي الموجة التالتة هنقوله في الموجة الرابعة. التباعد الاجتماعي أهم حاجة، أهم حاجة التباعد الاجتماعي في الزحام فقط لا غير. ياريت ياريت بقى الحفلات بتاعت المطربين اللي طالعين اليومين دولت، اللي هم احنا كل حلقة بنذكرهم ونفكر الناس بيهم، ياريت يعني تقللوا شوية التجمعات دي. لو هتفتحوا التجمعات دي افتحوها في كل حتة بقى، وافتحوا دورات المياه في المساجد بالمرة. تمام. طيب كان في ناس سألتنا النهاردة على المنظم، خلي بالكم عشان المعلومة دي مهمة جدا للناس اللي بتستخدم المنظم واسطوانة الأكسجين، يعني حتى خدها كمعلومة عامة عشان خاطر لو صدفة حد سألك أو أنت كنت موجود في مكان. المنظم طبعا ده بيخش في الأنبوبة الحتة دي كده، ودوت هوت المنظم التاني دوت هنا اللي احنا بنرفع عنده مستوى هنا الأكسجين كده من 5 أعلى من 5. ناس كتير بقى بتيجي تعمل الصامولة ديت بتلاقي الكرة ما طلعتش ال5 الرقم اللي هم عايزينه، فبتبدأ تقولك ده المنظم بايظ وترميه. لا، المنظم مش بايظ. هتفتح الغطا بتاع المنظم ده كده اهو، تشيله هتلاقي صامولة تحت. الصامولة دي بتفكها، هي يا ريت الناس لو الصورة مش واضحة تقول في صامولة تحت المنظم دي كده، انا بفكها عادي اهو، فكتها بتطلع خالص كده اهي، طلعت اهي. فاكرين الجلده بتاعت الانبوبه بتاعت زمان اهي، صغيره خالص مش عارف باينه ولا ايه، صغيره خالص، جلده صغيره اهي، بتتحط قبل الصاموله ديت، يعني نحطها قبل الصاموله اهي ماشي، وبنقفل تاني بالصاموله بتاعتنا عشان خاطر الناس اللي بتشتكي وبتقول المنظم مش شغال. دي معلومة مهمة جدا للناس اللي بتستخدم اسطوانات الأكسجين، يا ريت تخلي بالكو منها. ناس النهاردة كلمتني من المغرب بتسأل عن انسداد الشرايين، نحس بواحد اتنين تلات الصوابع دول كده بتنميل، تحس من هنا بإيدك كده النبض بيبقى ضعيف. هناخد العلاج بتاعنا أدوية السيولة، سواء بقى أسبوسيد أطفال أو إسبرين أو أي حاجة موجودة في المغرب، نخش الصيدلية كده نقول عايز إسبرين، ناخد حباية كل يوم. ناخد كمان حقن الفيتامين ب المركب كويسة جدا، النيوروفيت أو البيتولفيكس، بس يا ريت النيوروفيت أفضل، ناخدها في بداية المرض كده. هنجيب أي مرهم موضعي مساج كده زي الفولترين او الهوموكلار وندهنه 3 مرات في اليوم. ناخد اقراص اسمها ترنتال نشط الدورة الدموية الطرفية شوية. مش هطول عليكم اكتر من كده، ان شاء الله باذن الله. طبعا معلومة رياضية كده، منتخب مصر بكرة هيلعب في اليد الساعة 10 الصبح، هيلعب على المركز الثالث والرابع، كلنا ندعي له. احنا جروب عامل مسابقة الناس تخش وتشارك فيها، وان شاء الله باذن الله احنا بنحاول ننوع لكم كل حاجه في الجروب عشان ما تروحش جروبات تانية. يا ريت الناس تحاول معانا في اللايكات والتعليقات، وتعمل كمان مشاركات للمنشور عشان المعلومه بتاعت المنظمات دي ناس كتيره مش عارفاها، وناس كتيره بترمي المنظم بسبب لهذا السبب، وبتقول المنظم بايظ بتاع اسطوانه الاكسجين. تحياتي ليكم وتحياتي كل الناس اللي بتشاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي. معاك دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.